بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. كلنا نتمنى أن نصل إلى درجة الصديقين، من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الصديقون أفضل خلق الله بعد الأنبياء، الصديقون في أعلى درجة، في أعلى درجات الجنة بعد درجة الأنبياء، في الفردوس الأعلى من الجنة. عمل عظيم لو أنك فعلته كنت من الصديقين بإذن الله. روى الإمام السيوطي، الحافظ السيوطي، في كتابه العظيم الدر المنثور بالتفسير ابن مأثور في الفضائل العظيمة لإقصار من قراءة سورة الإخلاص، وروى الإمام الدارمي أيضا بسند فيه ضعف، لكن هذا الحديث له شواهد كثيرة قوية في السنة. قد قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، بل وكثير جدا من الأحكام الفقهية الحساسة مبنية على أحاديث ضعيفة، فنعمل بهذا الحديث إيمانا ورجاء للثواب. من قرأ، قال رسول الله، من قرأ قل هو الله أحد 100 مرة بعد صلاة الغداء، بعد صلاة الصبح، وفي له قبل أن يكلم أحدا، وفي له ذلك اليوم عمل 50 صديقا، وفي له ذلك اليوم عمل 50 صديقا. طبعا فما بالكم باللي بيقرأها، اللي بيقرأها كل يوم 1000 مرة، يبقى عايز تبقى من الصديقين اقسم قراءة سورة الإخلاص، خصوصا بعد صلاة الصبح، خصوصا بعد صلاة الصبح. ده غير بقى ان انت لو على طهارة، بس اقرا الفاتحة الاول. لو انت على طهارة على وضوء، ربنا هيبني لك باقل تقدير بكل واحدة منها قصر، يعني هتبني 100 قصر في الجنة. وكل 3 مرات هتاخد ثواب ختم القرآن كاملة، يعني كأنك هتبني القرآن 33 مرة. ف مفيش انسان عاقل يعرف هذا الثواب يضيعه. والمرأة في بيتها بعد ما تصلي الفجر حاضرا تصلي تقرأ، بس مهم قوي تكون الفجر في جماعه، ما تسمعش الاذان وتسمع حي على الصلاه وتستخف وتستهزئ بالاذان، وتروحش متعمدا وانت ما عندكش عذر، وبعدين تقول انا هبقى من الصديقين، ما ينفعش. لكن صلي الفجر في جماعه، وبعدين افعل هذه السنه العظيمه واقرا سوره الاخلاص على الاقل 100 مره، وان استطعت ان تكسر اكثر فبحسابي. اما المراه فصلاتها في بيتها افضل بمراحل صلاتها في المسجد، يكفيها ان تصلي الفجر حاضرا وتفعل هذه السنه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.